الراديوس، بنسمي المسافه دي الراديوس. يبقى الراديوس هي المسافه من منتصف الونش لاسفل الهوك اللي نازل من الهيد بوم. وهنلاقي ان دايمنشنز او الابعاد اثناء عمل الموبايل كريم بتديني شكل المثلث. تعال نبص كده معايا في الصوره دي، الزاويه دي A، الزاويه B، الزاويه دي C. الموبايل كرين هتديني شكل مثلث، يبقى انا مهم جدا بالنسبه لي اعرف اطوال الاضلاع ديت. تعال نعرف الاضلاع دي بيطلق عليها ايه. الزاويه دي بنسميها البوم انجل. بوم انجل اللي هي زاويه الايه، زاويه البوم نفسه لما بيفرد معايا او بيرفع البوم بالنسبه له، دي اسمها زاويه البوم، البوم انجل. المسافه دي اللي هي بالازرق اللي هي من الهيد بوم لحد الارض بنسميها البوم لينس انجل. المسافه دي من منتصف الكرين لاسفل الهوك على طول اللي هي باللون الاصفر دي بنسميها الراديوس. واللين ده او طول البوم ده البوم ايه؟ البوم لينس. تعالى كده نقولهم مع بعض تاني. الزاويه دي البوم انجل، ده البوم لينس انجل ازرق، الاصفر ده الراديوس، وده البوم ايه؟ البوم لينس. الونش لازم يكون ليه لود شارت، جدول احمال. هنلاقي اثناء عمل الونش بتختلف الايه؟ الاضلاع الخاصه بهذا المثلث. فلما تختلف الاضلاع الخاصه بهذا المثلث يبقى اذا هيختلف الايه؟ قدره الونش على الايه؟ على الحموله. كده بص الزاويه عماله تتغير. بص الحموله عماله بتتغير ازاي؟ الحموله عندي هنا، هنا بتزيد. بص هنا لما يبدا يفرد اللندا فالبوم بيزيد والراديوس بيزيد، المسافه من منتصف الونش لحد ايه؟ اسفل الايه؟ اسفل الهوك. ايه هو اللود تشارت؟ اللود تشارت هو جدول الاحمال الخاص بالموبايل كرين. لابد ان يكون معاه مانوال، لوك بوك، معاه حاجه تبدا توصف لي صيانات هذا الموبايل كرين، اجزاء محتوى هذا الموبايل كرين، كل التفاصيل الخاصه بالموبايل كرين لابد ان هي تكون موجوده في الكتيب او المانوال الخاص بالايه، بالموبايل كرين. وداخل الموبايل كرين او داخل هذا الكتيب لازم يكون في حاجه اسمها جدول الاحمال اللي بحدد من خلاله ايه البوزيشن اللي انا محتاجه، واشوف حموله البوزيشن ده او الوضعيه دي او نقطه الطلاقه ديت يقدر يشيل ايه كباسيتي قد ايه.